برنامج موهبة الصيفي السادس بجامعة طيبة بعنوان برنامج العلوم والتكنولوجيا المتطورة، يعد ضمن مجموعة البرامج التي تنفذها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع مع شركائها في مختلف أنحاء المملكة. هذه البلاد التي حباها الله بتميز مواردها الطبيعية ومكانتها التاريخية، كان لا بد من الاهتمام بأهم ثروة في هذه البلاد، وهي الموارد البشرية والعقول المبدعة واللبنات الموهوبة. من ذلك كانت هذه المؤسسة، وكان هذا البرنامج في جامعة طيبة، وهو البرنامج السادس الذي ينفذ في هذه الجامعة. وقد كانت البرامج السابقة من أميز البرامج المقدمة على مستوى المؤسسة إن لم تكن أميزها، حيث كان الحرص في هذا البرنامج على التخطيط الدقيق والعمل الجماعي والمتابعة المستمرة للوصول به للمظهر اللائق بجامعة طيبة. أسعد بها قلبي، الموهبة دربي، أسعد بها قلبي، درب يوصلني للي يبي ربي، درب يوصلني للي يبي ربي. أنشئت جامعة طيبة في 29 من محرم لعام 1424 للهجرة، وصدر المرسوم الملكي بتسميتها جامعة طيبة في 19 من ربيع الثاني لعام 1424 للهجرة. ومن ذلك الحين بدأت الجامعة على وضع خطط استراتيجية شاملة في جميع المجالات ترسم مستقبلا واعدا لطلابها ومنسوبيها، شمل ذلك تطورا في البنية التحتية للجامعة وزيادة كبيرة في عدد الطلاب الملتحقين بها، والذي لا زال يتزايد عاما بعد عام، وزيادة في عدد الكادر التعليمي والتنفيذي وجميع المجالات الوظيفية في الجامعة، كما تم إنشاء عدد من الكليات العلمية والأدبية والمعاهد. بدأ الاستعداد للبرنامج في وقت مبكر، حيث تم اختيار فريق العمل ووضع خطة للبرنامج وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات ليخرج البرنامج بالصورة المشرفة ويحقق أهدافه المرجوة. وتم تجهيز المعامل والمختبرات وقاعات المحاضرات، وكذلك استئجار استراحة للبرامج الثقافية وملاعب للبرامج الرياضية، وتحديد مكان إقامة الموهوبين في إسكان جامعة طيبة. كما تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالبرنامج لسهولة التواصل والتعرف على البرنامج وتحديد مسؤول عن التنسيق مع الطلاب وأولياء أمورهم. وحرصا على سلامة الطلاب، فقد تم تخصيص طبيب للبرنامج يرافق الطلاب طوال مدة البرنامج، وهو الدكتور محمد حسنين. بدأ البرنامج بتوافد الطلاب من جميع أنحاء المملكة، حيث تم استقبالهم في المطار، ومنهم من قدم برا ليتم أخذهم إلى مقر السكن ورعايتهم والترويح عنهم حتى موعد حفل الافتتاح في مساء السبت في 28 من شهر رجب لعام 1434 للهجرة، بحضور رئيس البرنامج الدكتور عبد الخالق الشعيبي ونائبه الدكتور مسلم مصالي. وقد اشتمل الحفل على تعريف بسير البرنامج والفرص المتاحة وفريق البرنامج، وكذلك التعارف بين الطلاب في أمسية جمعت بين الفائدة والمرح. لكن شنو المطلوب؟ قالوا أنا موهوب، لكن شنو المطلوب؟ تشجيعكم أبغى وهذا هو المطلوب، تشجيعكم أبغى وهذا هو المطلوب. الموهبة دربي أسعد بها قلبي، الموهبة دربي
يسعد بها قلبي درب يوصلني للي. المرحلة الاستكشافية، لما كان البرنامج يحتوي على وحدتين إثرائية كان لابد من تعريف الطلاب بهذه الوحدات ليتسنى لكل طالب اختيار ما يناسب ميوله وإمكاناته بعيدا عن أي مؤثرات جانبية، وقد استمرت لمدة يوم واحد. بعدها تم توجيه الطلاب للوحدات المناسبة لهم بناء على رغباتهم من خلال تعبئة استمارة طلب الوحدة التي وزعت عليه. البرنامج الإثرائي. اشتمل البرنامج الإثرائي على قسمين: وحدة الهندسة الكهربائية ووحدة العلوم الحيوية والطبية، وتؤدى في الفترة الصباحية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من الساعة 7:30 صباحا وحتى 4:00 مساء. تبدأ بالإفطار ودورات تدريبية تعنى بمهارات التفكير والإبداع، يقدمها الدكتور محمد عماد والدكتور سعد بن معلا، ويتخللها استراحة مع وجبة خفيفة وأداء صلاة الظهر وتناول وجبة الغداء بمطعم الجامعة، وينتهي البرنامج الإثرائي بأداء صلاة العصر جماعة في الجامعة ثم العودة إلى مقر السكن. أسعد بها قلبي، الموهبة دربي، أسعد بها قلبي، درب يوصلني للي أبي ربي، درب يوصلني للي أبي ربي. وحدة الهندسة الكهربائية، إشراف الدكتور محمد زائد والدكتور محمد بن غانم. في هذا البرنامج بدأ الطلاب في تعلم أساسيات التيار الكهربائي والجهد الكهربائي والمقاومة والطاقة والقوة والقدرة والمغناطيسية والأخطاء النسبية، وبدأ الطلاب في تطبيق مفاهيمهم المكتسبة عند تخطيط وصنع الدوائر الكهربائية على التوالي والتوازي، وعند التعامل مع الترانزستورات والمكثفات والموصلات والصمامات الثنائية والمقاومات الكهربائية. ثم درس الطلاب المغناطيسية الكهربائية، والتي تعتبر واحدة من أهم المبادئ الفيزيائية في علم الإلكترونيات الحديث، وفحص تطبيقاتها على الأجهزة مثل المحركات والمغناطيس الرافع ومكبرات صوت الاستريوهات. وقام الطلاب بصنع نماذج مشابهة لتلك الأجهزة باستخدام المعادلات والقواعد الرياضية مثل قانون أوم وقانون كيرشوف. ثم تطرق الطلاب إلى موضوعات دقيقة في المجال مثل فيزياء الخلايا الشمسية، ونفذ الطلاب العديد من الدوائر الإلكترونية خلال هذه الوحدة ومن المشاريع التي تم إنجازها في هذه الوحدة. حامل ذكي للمصحف الشريف، حيث تم تزويد حامل المصحف بدائرة إلكترونية بها لمبات صغيرة والتي تضيء تلقائيا بمجرد فتح المصحف وتنطفئ تلقائيا بمجرد غلقه. المكبر الصوتي، وتم أخذ الإشارة الصوتية من الجوال وتكبيرها وتوصيلها على سماعات خارجية وتحديد وحساب مقدار التكبير. الساعة الرقمية، حيث استخدم الطلاب الدائرة المتكاملة 555 كمؤقت زمني لتغذية دائرة العداد الرقمي. المنبه الرقمي، وفكرته تعتمد على الساعة الرقمية، حيث يقوم المستخدم بضبط عداد رقمي ويقوم المنبه بالرنين عند تساوي القيمة التي تم ضبطها مع الساعة الرقمية. نموذج لموتور كهرومغناطيسي، ونموذج لروبوت يعمل بالطاقة الشمسية، ودائرة مرسل ومستقبل لأشعة تحت الحمراء، وجهاز إنذار لحماية المنازل والمحلات التجارية. طبعا هذا مكونات هذا الجهاز اللي هو جهاز إنذار إلكتروني وبطارية أو مالك طاقة سواء كهرباء أو ما شابه. طبعا في البداية احنا وصلنا الموجب على طول على جهاز الإنذار، السالب اللي هو وصلناه على حداية تكون جنب الباب، وعندما يتلامس الحديد اللي في ظهر الباب مع الحدائد اللي معلقة بالجدار يعطينا السالب ويوصل. وحدة العلوم الحيوية والطبية بإشراف الدكتور موسى هارون والدكتور وائل سمير.
اطردني وصلني للي يبي ربي. بدك كفوف الخير كونوا سند للغير، بدك كفوف الخير كونوا سند للغير. في روضة غنى فوق الغصن كل طير، في روضة غنى. تم تصميم برنامج العلوم الحيوية والطبية بطريقة تتيح للطلاب فرصة فهم تشريح الجسم البشري وعلاقته بعلم وظائف الأعضاء وتشخيص أسباب وآثار الأمراض والاضطرابات المتعددة التي يعاني منها المرضى من خلال الأنشطة العملية، حيث يتعرف الطلاب على الأمور المستجدة التي يواجهها الأطباء. بدأ البرنامج العلمي بدراسة الأمراض المعدية وبحث آليات الكشف عن مسببات الأمراض، ثم تم دراسة علم الخلية والخلل في عمليات الأيض بالخلايا المريضة، ثم تم التعرف على آليات عمل الأجهزة المختلفة للجسم البشري وطرق فحصها تشريحيا وأهم الأمراض التي تصيبها وطرق الكشف عنها. ومن خلال العديد من التدريبات العملية استطاع الطلاب تحقيق الأنشطة الآتية: تعيين التنوع الميكروبي على سطح الجلد البشري، وذلك من خلال عزل الأنواع المختلفة من البكتيريا التي توجد على سطح الجلد البشري وتنميتها معمليا للتعرف عليها من خلال الفحص الميكروسكوبي، إجراء اختبارات الحساسية ومقارنة المضادات الحيوية وقدرتها على تثبيت نمو البكتيريا، دراسة الاستتباب والتوازن الداخلي للحد من الاضطرابات المتعددة التي يعاني منها المرضى. التدريبات العملية على التقنيات المستخدمة في علم الأنسجة والفحص الميكروسكوبي لها وفحص صور الأشعة ودورها في تشخيص الأمراض، إجراء التحاليل التي تساعد في التشخيص مثل أبحاث الدم والتحاليل البيوكيميائية لإنزيمات وهرمونات الجسم وعمل المزارع الميكروبية وغيرها. التدريب العملي على تعيين فصائل الدم وإجراء الفحوصات الخاصة لإجراءات نقل الدم بين المصابين. التدريب العملي على الكشف البيوكيميائي للجزيئات الكبيرة في الأطعمة. التدريبات العملية على التشريح ودوره في المجال الطبي، حيث قام الطلاب بالتدريب التدريجي على التشريح كما يلي: تشريح أجنحة الدجاج ومطابقة التركيب العضلي والهيكل العظمي لها مع مثيله في الإنسان، تشريح القلب وتعيين دورة تدفق الدم فيه، تشريح الرئة ودراسة آلية عملها، التشريح العام للأرنب وفحص الأجهزة والأعضاء بداخله ومقارنتها بمثيلتها في جسم الإنسان، إجراء تدريبات منهجية البحث العلمي في دراسة أهم الأمراض التي تصيب أجهزة الجسم المختلفة. قام طلاب الوحدة بزيارة لمستشفى الدار ليتعرفوا على جميع أقسام المستشفى والأجهزة الطبية. البرنامج الثقافي ويشرف عليه الأستاذ عبد العزيز الشهراني والأستاذ عبد المجيد الدغريري. تنوعت فقرات البرنامج الثقافي والاجتماعي ليرتقي بالمستوى الفكري ويعمل على تزكية النفس وتربيتها على المثل الإسلامية السامية، ويستثير الهمم ليدفعها إلى الاهتمام بمعالي الأمور بأسلوب ممتع وبرامج متنوعة، ومن ذلك لقاءات مع شخصيات مميزة كان من أبرزها لقاء مع سعادة وكيل جامعة طية للشؤون التعليمية الدكتور شائع القحطاني في مقر البرنامج، حيث تحدث مع الموهوبين حول الموهبة والإبداع واستعمالها فيما يعود بالنفع على الدين والوطن، ثم أتاح الفرصة للتحاور مع الطلاب والإجابة عن تساؤلاتهم في لقاء مفتوح. سند للغير، بدو كفوف الخير كونوا سند للغير.
في روضة غنى فوق الغصن كل طير في روضة غنى فوق الغصن كل طير. برامج حوارية، الحوار والتعبير عن الرأي وسماع الرأي الآخر وإدارة الحوار في موضوعه ووقته واحتوائه عن التشعب لغيره وشموليته من جميع عناصره وأبعاده. وقد كان من أهم ما حرص البرنامج عليه مناقشة القضايا التالية: بر الوالدين، مكانته في الدين والمجتمع، القرار، منطلقاته وضوابطه. وقد شهدت اللقاءات تفاعلا وشمولية جمعت بين الصراحة في التعبير والرقي في الأسلوب وجودة الطرح. أسعد بها قلبي درب يوصلني للي أبي ربي، درب يوصلني للي أبي ربي. الأمسيات، شمل البرنامج ثلاث أمسيات بواقع أمسية لكل أسرة ببرامج منوعة تعدها الأسر ويشرف عليها المشرفون، تهدف لصقل المواهب في الإلقاء والبرمجة والتمثيل والنشيد وإتاحة المجال لإبراز المواهب وإضفاء المتعة والمرح وأحياء روح التنافس لطرق مكامن الإبداع ليتمكن الموهوب من التعبير بطرق متنوعة. شو خاف؟ خش 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 والله مي عربي يا عيال. يا موهوب بالهمة، يا موهوب نحو القمة، نحو القمة. يا موهوب يا موهوب بالهمة، يا موهوب نحو القمة، نحو القمة. المسابقات، تم تقديم عدد من المسابقات الثقافية بين الأسر وذلك بطرق متنوعة وأساليب شيقة لإضفاء روح من التنافس والتشويق وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي وإثراء الثقافة العلمية للموهوبين. البرنامج الاجتماعي ويشرف عليه الأستاذ محمد الحارثي والأستاذ محمد التليدي. زيارات، قام فريق موهبة بعدد من الزيارات كان من أبرزها زيارة المعرض الدائم للمسجد النبوي، قدم فيه الشيخ فايز الفايز نبذة عن تاريخ المسجد النبوي وأجاب فيه عن أسئلة الموهوبين، وكذلك زيارة البنية التحتية ومركز التكييف التابع له. زيارة تثقيفية لمعالم المدينة المنورة بمرافقة الدكتور أحمد الشعبي، حيث تعرف الطلاب الموهوبون على شيء من تاريخها الشريف وآثارها القديمة، وكذلك تم التعرف على تركيبتها الجغرافية بمسمياتها العريقة. زيارة ديوان المعرفة بالمدينة المنورة، ويحتوي على متحف للسيرة النبوية، حيث تعرف فيه الطلاب على أحداث هامة في السيرة بطريقة عرض شيقة. البرنامج الرياضي ويشرف عليه الأستاذ محمد الشمراني والأستاذ ماجد الزهراني. تخلل البرنامج نشاطات رياضية مختلفة
هدفها تهيئة الفرص المناسبة للطلاب لاكتساب كفاية بدنية تتناسب مع مرحلة نموهم، وذلك في ملاعب ومسابح تم استئجارها لخدمة البرنامج الرياضي وتنمية المهارات الأساسية كالجري ولعبة كرة القدم وكرة الطائرة والسباحة وبعض الألعاب الخفيفة والمسابقات. هذا وقد شمل البرنامج عددا من الرحلات الترفيهية لاستراحة في ضواحي المدينة لتضفي على البرنامج روح المتعة والمرح. الموهبة دربي أسعد بها قلبي، درب يوصلني للي أبي ربي، درب يوصلني للي أبي ربي. قالوا أنا موهوب لكن شنو المطلوب؟ قالوا أنا موهوب